السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة إن شاء الله سنتعرف على طريقة إنشاء تطبيق خاص بك دون الحاجة إلى أن تتعلم اللغات البرمجية المستعملة لإنشاء التطبيقات أو كذلك الريسكين إذا كل ما عليك أخي الكريم إلى بالدخول إلى هذا الموقع الذي سأتركه لك أسفل الفيديو وكذلك في التدوينة تقوم بالضغط على لوجين ثم بعد ذلك في الخطوة الثانية نقوم بالضغط على لوجين ويد فيسبوك ثم بعد ذلك نقوم بالموافقة بربط التطبيق الخاص بنا مع الحساب الخاص بنا في الفيسبوك جميل جدا نضغط على اوكي ثم بعد ذلك نتوجه لنقوم بالدخول الى الموقع الخاص بنا ثم نضغط على create now يعني نقوم بانشاء تطبيق انطلاقا من الضغط على create now ثم بعد ذلك اذا اردنا انشاء تطبيقات خاصة بالويب بيزنس ميديا ال بوبيلر ثم هنا نختار التطبيق الخاص بنا مثلا انا ساطبق على البراوزر. نقوم بانشاء براوزر خاص بنا نضغط على براوزر. ثم هنا نضغط نضع يعني التايتل يعني مثلا بريزما ثم هنا الرابط الخاص ب يعني الموقع الذي تريد ان يدخل اليه الشخص عندما يتصفح التطبيق ثم بعد ذلك العديد من الخيارات شومور هنا بعض الخيارات هنا اللون الخاص ب يعني كولور تايم التايم الخاص بتطبيق ثم نضغط على next ثم هنا اسم التطبيق انا ساسميه بريزما جميل نضغط على next ثم هنا الديسكريبشن الخاص بتطبيق المهم اكتب اي ديسكريبشن تريده هنا اذا اردت يعني ترك هذا الايكون الخاص بي او يعني الايكون الخاص بهذا التطبيق اذا اردت اختيار الايكون الخاصه بك نضغط على ابلود ثم نختار الايكون من الحاسوب الخاص بنا او عبر اختيارها هنا اذا نقوم ب يعني اختيار يعني الايقونه الخاصه ببريزما ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على سبميت جميل اذا الان نقوم بالضغط على next اذا انشانا كرييت ثم انتهينا يعني بابليشر اذا اردنا نشر التطبيق اذا اردنا تحميله يعني مهم نقوم بهذه الخطوات نضغط على كونتينيو اذا اردنا تحميل التطبيق نضغط على داشبورد ثم داونلود ثم هنا نضغط على هذا الخيار اذا نقوم بتحميل التطبيق الذي هو بامتداد apk اي اننا يمكننا استعماله عن طريق يعني في الاندرويد ان صح التعبير اذا انتهت العمليه نضغط على داونلود ثم نقوم بالتحميل كما تشاهدون الان يتم تحميله عن طريق صيغه الاي نقوم بسحبه الى الحاسوب ووضعه في هاتفنا والتمتع بالتطبيق الخاص بنا دون الحاجه الى تعلم اللغات البرمجيه اخواني الكرام اضغط هنا ثم نختار تطبيق اخر للعمل عليه عبر الضغط على كرييت نو no. ونبدا مره اخرى باختيار اي شكل او اي تطبيق نريده احبتي في الله اتمنى من صميم القلب ان تكون هذه الحلقه قد راقت لكم وافادتكم في هذا الصدد لا تنسوا دائما على صفحتنا على الفيسبوك عبر الرابط fb.com/prismainfo والضغط على لايك وكذلك فوا اون بالاضافه الى الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب والضغط على سبسكرايب ابوني اشتراك في اليوتيوب اسفل الفيديو كذلك زيارتنا على مدونتنا التي دائما تجدون فيها الجديد والممتع والحصري في عالم التقنيه عبر الرابط 3 لا تنسوا دائما ان تكونوا اوفياء لمدونه بريزما اراكم ان شاء الله في مواعيد اخرى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته